هذا يسأل عن حكم إن الإنسان رجل أو امرأة أنه يأخذ مال من الدولة في مقابل عمل إما تدريس أو غيره وظيفة، يأخذ مرتب ولا يؤدي العمل على الوجه المطلوب، هذا حرام. حرام على الموظف أنه يأخذ المرتب ولا يقوم بالعمل، يجب عليه يقوم بالعمل على الوجه المطلوب، لأن هذا أمانة في ذمته، ولأنه يتقاضى في مقابله مرتب، فيجب عليه أن يؤدي العمل على الوجه المطلوب ويقوم بالوظيفة على الوجه المطلوب، وإلا إذا قصر فإنما يأخذه يكون حراما لأنه يأخذه بغير مقابل.